Donc partager maintenant et fenêtre. داك نحطو مش مشكل. وي هو خاتلكم بالعاني الحصة، ما درتش في بالي بلي بزاف الأساتذة راح يديركم مراجعة في ذا لو جوغ، قلت يعني كاين اللي يديركم يمكن الجمعة، بس كان راني لقيت روحي انا الاخر، انا نهار الخميس بونس، انا الاخر، انا ليكزام الاخر، لي هاشم هو الاخر، ايه وين انا استاذ؟ اي لا بروميير فوا يولي يكون ياشم هو الاخر، تما درت له كل لوغدغ، الإدارة هي اللي دارت. اي بيسك انا توجور ما فين يبداو بيا الطلبه هذه اول مره نتوخر، يعني من بديت نقري توجور انا الاولى توجور، قالك يطلعوا بيا المورال، ثم شكيت هم وراك مش طالع معايا كبخيتوني انا الاخر، مش مشكل لا لا ماشي حال اختيارنا أستاذة. معليش معليش، دونك انا مش مشكل، انا كي جيت روحي الاخره كنت راح ندير لكم المراجعه، وما داك قلت ندير لهم مراجعه ما داك ينساو، واني شايفتكم الله يبارك عندكم ذاكره حديديه، دونك قلت خلي نوخر لهم المراجعه ويزيدوا لي كتوكش مع اسئله ومن بعدك نخدموا، دونك لان اللي بغي مراجعة عامة استاذ، كيفاه، لان مراجعة تاع كلش. لا لا ماش حنقعدوا ساعتين مع بعضنا، لا لا حندير لكم هذه وركزكم على حوايج هكذا نعاودهم وخلاص، ان شاء الله وبقينا تقدر عندكم لو تدخل. كور يا راهم مسجلين لي كور تاعي راهم كاينين يا اخي، ايه ما كاينين عدا الدرس نورمالمون. الاخير ما عدا هذا اللي ما كانش ايفالياسيون ارغونوميك اللي ما كانش، هذيك اللي راني الاخرين كاينين، دونك على بالكم الزملاء راه تاعكم يلتحقوا هكذا اشاك فوا انا ندير اكسبتي راكم في صون، الله يبارك يا سيدي انا ما درتكمش تجو، دونك في لي كريتير دو باس سيان سكابا سمحوا لي، دونك في لي كريتير دو باس سيان سكابا عندنا هادو لي كريتير، عاودوا قراوهم دقيقة ودوك نرجع لكم، لي كريتير ديفالياسيون دو باس سيان سكابا عندنا لو غيداج شارج دو ترافاي كونترول اكسبليسيت ادابتابيليتي gestion des erreurs, signification des codes et dénominations, homogénéité et cohérence et compatibilité. Avec Zoom, allez, comme on a mis à l'intérieur. Donc, nous allons commencer le premier critère, qui est le guidage. Le guidage, nous avons fait quatre sous-critères. Le premier, c'est l'incitation. L'incitation, en arabe, c'est quoi? Il dit que le tahfiz, ou inciter, que les. حافز استاذ حافز. هي التحفيز بمعنى تقيديه بطريقه غير مباشره، دونك راح ندير شي اف 5 باش تشوفوا ال دونك باغ اكزومبل هنايا من لي كريتير عندنا كومو اللي راه فاتح المايك يسكروا يخلي يسال برك. ايه ايه سكروا المايك الكل كيما مالفين، دونك من لي كريتير اللي عندنا قلنا للقيداج، ومن القيداج عنده ان سو كريتير اللي هو لانسيتاسيون التحفيز، في لانسيتاسيون من الامثله اللي عنده غريزي سيغتان اوبسيون، واش معناتها لي زوبسيون اللي ما استخدموهمش نو زالون لي غريزي، بمعنى ما نخلوهمش اكتيف نديرهم ديزيبل بالانجلي سي ديزيبل يعني يولوا اناكتيف، باغ اكزومبل كيما هادي ريستوراسيون دو سيستيم، هنا هادي راها اناكتيف، باغ اكزومبل هادي كري اناكتيف، اكزومبل ثاني في لي منو مثلا كي تعود تايا ما درتش هادي هذا المنيو جبدناه من ديباغاه من المنيو تاع ناد بينز، كي ما تكونش تادات اللونسمون تاع لابليكاسيون تاعك ما تقدرش دير لها ديباغ، ديباغ يعني la correction des erreurs pas à pas يعني تقعد تشوف l'exécution تاع l'application تاعك step by step يعني pas à pas، دونك اذا ماكش داير لونسمون ما تقدرش دير ديباغ، باغ اكزومبل ها شوفوا هنايا هادو او كول لي سون لي زوبسيون غريز معناتهم ما نقدوش نخدموا بيهم في هذاك الوقت، اكزومبل كي تعود تخدم في الوورد ولا باوربوينت والله ويكون هذاك اللي تخدم فيه اوبجي اللي ما فيهش كيف تقلبو بولد والله مثلا كيكون ما على باليش انا تكون برا اصلا لاباج ولا ماكش مسيليكسيوني لو تيكس والله عفسه، يكون هادو ثاني لي زوبسيون غريز، من لانسيتاسيون الثاني انديكي لو فورما دو سيزي دو لا دات، مثلا كيما هنا تقولو هاي الفورما قال داي داي يعني هنا لو جور لو موا
et l'année. تقول بلي سيباراتور باغ اكزومبل دي لو شو تاع سيباراتور دونك هذه هي الماسك دو سيزي هذا نسموه ماسك دو سيزي هذا الماسك دو سيزي نستخدموه بروميييرمون بور فاسيليتي لا سيزي بمعنى انه ليتيزاتور ما يعودش يعود على بالك في سيزي بور بروتيجي كونتر لي زيرور فورما دو سيزي نستخدموها ثاني في لا بروتيكسيون كونتر لي زيرور لانه كي يدير لك باغ اكزومبل هو date galta donc il y a 5 erreurs ou ثاني pour diminuer la charge de travail نقص عليه la charge بمعنى كي دير له هكذا ما يقعدش هو يخمم ما يقعدش par exemple حير شي ديال la date d'accord تكون خدمتك concise et précise باينه ظاهره ثاني في الغيداج عندنا le groupement قلنا من هنا نراجع لكم في لي critères d'évaluation par exemple دونك ترجعوا للكور تلقاو هذو هما راني هضرتهم هذا دوكا هم بلي زيماج باش تشوفوا عليهم كاين حاجه تسموها لو غروبمون واش معناتها لو غروبمون الحوايج ولا لي زاكسيون اللي ينتميو النفس لا فامي يكونوا مع بعضها اكزومبل في الوورد ولا في الباوربوينت ولا في الاكسل عنده هذو لو روبون اللي فيه دي زونغلي هذو يسموهم لي زونغلي دونك باغ اكزومبل انسيرت كاين Insert table, picture, shape, smart art, etc. يعني أكل الحوايج اللي عندهم علاقة أنه نقدر نديرهم الانسيرسيون راجع منهم أكل مع بعضهم. سي سا لو غروبمون. دونك سمحوني يعني ندخل ونخرج راهم لي ستوديون يدخلوا في ال دونك باغ اكزومبل في المنيو لو غروبمون تاعي في المنيو في الفايل مع هذا المنيو تاع نت بينزا. New project, new file, open project, close project وكل حوايج عندهم علاقة بالفايل يعني اللي يكون عادة project نلقاهم مجمولين كاين ثاني الgroupement في المنيو كاين الgroupement في البار دوتي هذه يسموها بار دوتي شريط الأدوات بالعربية المنيو القائمة مجموعها المنيو القوائم وهذه البار دوتي اكتبوا بالعربية اللي حيجاوبوا بالعربية البار دوتي هي شريط الأدوات فايك زوم كاين اللوجيسيال كامل يجبلوا لي زوتي وتتقرا لي زوتي سي با لي زوتيل لي زوتي يعني الادوات يجمعوا مع بعضهم ويسموها بار دوتي ولا شريط الادوات دونك رانا في 101 دونك نرجع لكو هذا في الجروبمون الجروبمون نعاود C'est un sous-critère de guidage. Je vous le fais le guidage, groupement. Donc, le guidage, incitation. C'est le guidage, feedback. Mais on va voir le feedback. Je vais voir le feedback. C'est ce que je vais voir. Qui est par exemple, il dit que c'est le feedback. Non, ce n'est pas le feedback. Le feedback que nous avons dans l'IHM, c'est deux types. Avant, c'est مثلا اذا عندك ان ترانسفير دو فيشي توري له باغ اكزومبل هنا قد راه باقي من الوقت باغ اكزومبل ها il vous reste environ 20 secondes لازم توري له قد راه باغ اكزومبل درت البورسونتاج راك فيه باغ اكزومبل هنا 41 قد راه فيتيس دو لا دو كوبي لا فونكسيون كوبي قد راه فيتيس تاعها نفس الشيء هنا تقدر يديروا هذا باغ اكزومبل هكذا يقدر يدير هكذا barre de progression, ils s'appellent. Par exemple, هذه barre de progression, barre de progression. Le feedback ثاني c'est من حوايج تاع سيكوريتي انك تيزي par exemple un mot de passe. من الفيدباك تاعو انك دير له هذو لي زيتوال والله دير له لي بوين بلي هذا تفهموا بلي راه يسيدي فيها mot de passe. D'accord? هذا هو الفيدباك. C'est troisième sous-critère من الباسيان سكابا دونك عندنا لانسيتاسيون لو غروبمون فيدباك اي ليزيبيليتي دونك دوك يانا في لا ليزيبيليتي بمعنى انه تكون ليكريتور تاعنا في لابليكاسيون تاعنا ليزيبل هنايا انا ما ركزتش على لا ليزيبيليتي كوتي ايكريتور استناو هنا دقيقه كانت عندي ثاني ايماج راح ندير لها انسرت دونك ثاني قبل نقول نزيدها Donc, la lisibilité,
اولا نركزوا على لا كولور دي فون و ديكريتور. كاين لا كولور دي فون يعني هذا الدخلاني و ليكريتور هو الخط لون الخط. ونركزوا على لو فون لوي ميم لو فون يعني نوع الخط. باغ اكزومبل هذه تلاحظوا ليكريتور الي ايليزيبل باش يكونوا في الصوره هذه بالعين يديروها ايليزيبل خاطرش هذا سيتان كيف يقولوا كابتش بور فيريفي سي اللي راي سيزي في المود باس راي سيزي سي ان اتر هومان او بيان ان روبو داكور. خي على بالكم كي كيكونوا كاين دي سيت وين كاين لا سيزي تلقاوه يبروتيجيو اللوجيسيال تاع لابليكاسيون تاعهم على السيرفور باش ما يصاروش دي زاتاك. كما كيفاش يديرهم لاتاك اي سور شارجيو باك سيرفور يبعثوا بزاف ل كيف يقولوا دوموند كيف يقولوا كيف يسمو لي دوموند تاع لي باج ويب دونك يبلوكي او سيرفور. هما يتلاحظوا بلي كاين دي سيت ويب و يدير لك هذه الي ايليزيبل ميم مرات ما تقدرش تقراها داكور. هنا في لي زابليكاسيون جو لي زابليكاسيون مثلا هذا لو روج و لو فيغ الي ايليزيبل هذه بلو جون ليزيبل بلون سور لو نوار ليزيبل نوار سور لو بلون ليزيبل. دونك باغ كونتر هادو يسو ايليزيبل هادي لا ليزيبيليتي. لو دوزيام كريتير هي لا شارج دو ترافاي. لا شارج دو ترافاي هي il faut libérer la personne و تنقص له انه يقعد يخمم. والله سيزي اكزومبل عندك باغ اكزومبل لا سيزي كيما هادي بروميييرمون لازمك ديفيزي. باغ اكزومبل هنايا كيما قلت لكم كاين لي زانفورماسيون بيرسونيل ديرهم شوفوا كيفاه مغروبيهم مع بعضها لي زانفورماسيون بروفيسيونيل مع بعضها كاد ريزيرفي على ادمنستراسيون دو بيرسونيل وحدها. دونك مثلا لي زانفورماسيون بيرسونيل عنده لا سيزي تلاحظوا شوفوا دات دو نيسونس ما سيزيش ها هذه سي اون كيف يقولوا سماس دو سيزي هاي باغ اكزومبل يبغى يختار لا دات ولاني اسمحوا لي دقيقه اذا كاين حوايج تسيزا كيما هنايا لازم يلفو كيف يقولوا يلفو كيف يقولوا يلفو دوني لي فالور بار ديفو ولا يلفو بروبوزي لي فالور بار ديفو. اكزامبل هنايا مثلا في هذه مادموازيل وبيان مدام بيان مسيو ولا ومثلا كيما هنايا لو غراد ديريكتور دو ديبارتمون شيف سيرفيس ما على باليش انا اتيديون اي حاجه هنايا. دونك هنايا يفو اوفرير لي فالور بار ديفو هذه باش تنقص لا دونسيتي انفورماسيون باش تنقص لي زيرور لانك اذا كان كل واحد يسيزي راح يديروا ديفوت دورتوغراف ولا ديفوت دو فراب. لا دونسيتي فاني انفورماسيون سي ريدوير لي انفورماسيون دون لا ميم باج. اكزامبل شوفوا هنايا شوفوا هذه بكري كيكون نكريو لي بواط ديميل باغ اكزومبل ياهو ولا في الهوت ميل كون هكذا نسيزيو المالور كون تغلط تعاود زيرو اللي كانوا كيقول بكري مش في 1800 عندي ما نقول فيها راه غير في 2000 برك في 2002 2003 2004 كانوا كاين هذو المشاكل انك تجي تسيزي على بالك يقول لك واحد اخدم لي لابواط تاعي ونديري ما عرفوش قالك بيسك لا كانت لا سيزي سيزي ماتنو دوك يولاو هكذا يخدموا هذه هي الصحيحه. دونك هذا كي تشوفوا غوج سي فوا دوك هي الصحيحه هذه عادوا يقسموا باغ اكزومبل تيزي بار بارتي كيما هنا في لا ثوازيام ايتاب تيزي بار ايتاب مفهوم. هذه بور ليبيري لا شارج مونطال تاع ليتيزاتور يعني ما ديرلوش الضغط
كي هنا كي يشوفها هكذا ديجا يجيه ضغط انه هذاك راح نسيزيها داكور. Maintenant, on fait la charge du travail, l'action minimale. Je mets l'action minimale. Maintenant, les wages, les mêmes valorisés, dirhams. Dis, qui m'a dit enregistré, modifié, trois points. Maintenant, je vais dire enregistré, je vais dire modifié, et je vais dire que je vais dire. Dis, je vais dire le menu. C'est la petite slide. Je vais dire que je vais dire la connexion. كو ودي راه كاينه مازال يدخلوا يخرجوا يدخلوا يخرجوا هاني بدلتو يا طالبه لحقك لاكسيون مينيمال شكرا دونك انريجستري موديفي اذا ما عندكش لاكسيون انريجستري موديفي مثلا عندك اكسبلو اكسبورتي ولا فوار لو دوسي ولا سوبريمي دونك تفتح هذه 3 بون وتشوف اكزومبل واحد اخر انا عندي اون اكسيون راها تخدم par exemple كيما في لي دي ام كتعطي شارجي فيها فيشي يدير لك هذاك لو بورسونتاج قدا راه لاحق وديك لا فيتيس دو ترانسفير ومن بعد كيدير بلوس دو ديتاي كيما هنايا بلوس دو ديتاي مي يدير لك شي ديتاي حتى انت دوموندي تاع اوفرير بلوس دو ديتاي هذه هي زاكسيون مينيمال لا بريف لا بريفتي اي لا كونسيزيون يعني الدقه والوضوح الدقه والاختصار والدقه والوضوح اكزومبل هنايا مثلا انت دوموندي عرفت تفهمها مثلا شوفوا في الابل شنو كاتب لك هنايا votre mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères être composé d'un mélange de chiffres شوف هي هضره مهمه بصح شوف كيف راه مرصوصه par contre هنايا شوفوا منا le mot de passe doit contenir au moins une lettre doit contenir au moins une majuscule شوف كيف راه منظمه La différence بين هذه وهذه هذه أحسن فهمتوا في الشارج دو ترافا لا بريفتي لا كونسيزيون انه يكون واحد مختصر واضح مفهوم دوك اللي راهم يتبعوا معايا استاذ وي استاذ الصوت راه قبل السلايد لخاطر الكونيكسيون عيانات السلايد يوصل الروتر للصوت السلايد يوصل الروتر على الصوت اي استاذ اكرا عندنا هكذا نلحق روتار بزاف ثانية لا زعما انا ناقص عندي لا كونيكسيون واحد مو يخدم لا كونيكسيون غير وحدي راني محرم عليا من هي واحد مو ماس لا كونيكسيون حتى ولادي ما يخدموش دونك راه من عندهم من الدولة ما يطلع لنا سلايد احنا عطيه ما يكونيش شي هذا البروبليم شوفوا بصح عرفت واحد اللي زبيتي فهمتوها كنتوا معايا كوغا نو ايه همان دار لا اظهر السلايد دوكي ظهر لي السلايد ولا ظهره دوكا بريير تي كونسيزي ماهوش في ليزيبيليتي ماهوش لا لا ماهوش كراني دارت في ليزيبيليتي انا لا لا راه في شارج دو ترافاي نوضك هذا وين تبدل هذا وين خلص هذا وين راه في ليزيبيليتي ليزيبيليتي تبعتوها معايا هذا وين جاتني هنا دونك شوف هذه ماهيش ليزيبل دونك كوبي كامل صوم مش ميساج مشكل هذه ماهيش ليزيبل لي كاركتير اللي نخدموا بهم ماهمش ليزيبل ما يتقراوش لا ليزيبيليتي معناتها المقروئيه بالعربيه تكون ان تكون الكتابه مقروءه هذه هي لا ليزيبيليتي حنا باغ اكزومبل كيديو لو فون لو فون يعني هو لو فون اللي نكتبوا عليه وليكريتور هي الكتابه باغ اكزومبل في هذا اول واحد هذه الي ليزيبل واش معناتها مقروءه لانه فون نوار على ليكريتور في البلون العكس تاع هذا ليزيبل هذه باغ اكزومبل هذه الي ليزيبل لو بلو مع الجون ليزيبل بار كونتر le rouge ou le vert illisible راك تشوف فيها الماغو مع لو غري ليزيبل الموف مع الفيولي اللي يحبوه البنات هذا ليزيبل هذا ليزيبل هذا ليزيبل دونك لا ليزيبيليتي تدخل فيها لا كولور دو فون ولا كولور ديكريتور والفون نوع الخط الفون اللي كيما ما فين خيره تايمز نيو رومان تهامه ما
ما لبش مونوتيب كورسيفا، هذا كل أنواع الخطوط، فيردانا، كورينيو، هذا الثاني داخل في الليزيبيتي. باي اكزامبل كاين الخطوط هذاك دو سكريبت اي سون ايليزيبل، بعدين نزيدهم لكم ايليزيبل نحطهم داكور. اوكي بدات شارج دو ترافاي ظهرت لكم؟ مازال لا ظهرت على بالكم راه المشكلة لازم ما نبدلش كي نعود نخدم في الباور، لازم نخرج من من لا بريزونطاسيون ونكون في هذا لو مود باش تشوفوا نتوما ونعاود ندير شيفت اف 5 داكور. راني فهمت المشكل وراه صايب. اوكي ظهرت لكم اي ظهر لا شارج دو ترافاي ولا لا دونتيتي انفورماسيونيل. واش تقيس؟ تقيس انك يفو ريبيغي لا شارج مونطال تاع ليتيزاتور، يعني ما تزيروش بزاف بالمعلومات ولازم يشفى ولازم يتفكر ولازم يحفظ، نو يفو لو ليبيغي. وما تكونش كاين لا دونسيتي انفورماسيون، يعني ما يكونش كاين كيف يقولوا بالعربيه كثافه ايه صحيت انا قاعده نحوس عليها، كثافه المعلومات. يعني في فورمولير باغ اكزومبل تكون منظمه مثلا كيما هذا، قلت لكم قسمهم انفورماسيون بيرسونيل انفورماسيون بروفيسيونيل اي كاد ريزيرفي لادمينستراسيون. بمعنى لي انفورماسيون بيرسونيل جملهم لهم مع بعضها، بروفيسيونيل مع بعضها، كاد ريزيرفي لادمينستراسيون مع بعضها. في هذه هاو نظم له سي تري بيان. واش زاد ثاني؟ باغ شوفو دات دو نيسونس عنده كيفاه يدير لو شوا، يعني هو اللي خير هنا. هذا نوع من المات ديسيزيه، هذا نوع انه عطالو هو كيفاه يخير لا دات. اليو دي نيسونس شوفو دار له اكزامبل، قالو اكزامبل مثلا ها، يعني ها واش معناتها اليو دي نيسونس مثلا في هذه سيفيليتي، هذه دالو باغ اكزومبل يخير مادموازيل مدام مسيو اتسيتيرا. في لو سيكس خير له يخير فام اوم. هنا كاينه الغلطه انه نوم هذه تجي منها، هذه الغلطه اللي كاينه. كون شويه مام هذه كون شويه كبر في الفورمولير برك، ولا ضغط في هذاك ويدير يكونوا كيف نقولوا قراب بعضها. باغ كونتر هنايا كاينه غلطه، شوفوا هنايا كاينه غلطه. دوكي هو كيجي يخير هنا اسكو انفورماتيك تاع هذه ولا تاع هذه، فهميك شو فيها هذا الكازاكوشي هذه؟ لا هذه لا تحت ديريكتور ديبارتمون. صبروا ندير راكم تشوفوا في شو اسمه، انا ما تشوفوهش ما كانش في الكيرسور. ما تشوفوش هذه راك تشوف فيها درك يا هذه. لا ما كان والو وين والو استاذه الكيرسور موش يبان. خلاص صحيت ما خلاص فهمت باش هاو بان هاو بان الكرشر هذه لا كازا كوشي هذه وي استاذ هذه اللي بين انفورماتيك وكومباتيبيليتي هاي تبان كان سبقها قبل سيرفيس انفورماتيك. ايوا راك تشوف فيها درك كاين لازر راه يبان لازر بان ولا موش يبان؟ ما كاينش لازر لا موش يبان. اسمحوا لي دقيقة نشوف باش نحل المشكل هذا. سمحوا لي بعد قبيلة للسوري بعد راحت شوية بشوية خير بيان. دونك هنا كيما قلت لكم هذه سيفيليتي، شوف داير مادموازيل باغ اكزومبل لو شوا هنايا ديريكتور دو ديبارتمون لو شوا. بصح انا كاينه غلطه دوك، هذه كازا كوشي اسكو تابعه لهذه ولا هذه؟ هنا فيها غلطه، هذه اسكو تابعه لهذه ولا هذه؟ داكور دونك هذه فيها خطا. دونك سمحوا لي دقيقه
راكم معايا؟ انا معك. ثاني دونك قلت لكم هذه ايرور هنايا، هذه خطا خطا تعرفوها كي تعودوا تقراوا في ليكونومي ويب. دوك يبدا شارجي طرافاي فام، هذه قلت لكم كاينه غلطه نمو موجي هنا جديده للسواد كان نمو يتقمها مام، هذه ديريكسيون تجي هنا، وهذا نورمالمون ما يديرهمش هكذا، يديرهم عموديا باغ اكزومبل هنا ربعه ومن ربعه، باش لا باش ما يوليش الكازاكوشي هذه فيها مشكل مع هذه ولا مع هذه بيزوجا داكور، نورمالمون يجيبها هي الاولى ويديرهم عموديا، هذا تصحيح هنا في ليكونومي. اوكي بدلت شارجي طرافاي شتو ولا تبدلت لكم؟ تبدلت دونك لا دونسيتي انفورماسيونيل فيها ثاني ريدوير زانفورماسيون بون لا ميم باج. اكزومبل انا قلت لكم كي كنا بكري نخدموا بوات ديميل كنا نسيزيو بزاف، شوف دونك كانت خدمه. باغ كونط دركي عاد يديروا هذه باغ ايتاب، وهذه هي دوك المستحسنه، هذه راكم تشوفوا فيها هذه الجهه الثانيه، هذه هي المستحسنه، هذه هي في هذا الغوج، هذه فو، هذه هي الصحيح داكور. هاي بينت لكم تبدل دونك هنايا باغ اكزومبل اكسيون دوك يانا في لو سكريتا اكسيون مينيمال. واش معنى اكسيون مينيمال؟ يعني افيشي سولمون لي اكسيون اسونسييل، مش دير كلش. مثلا هنايا داير اونغوجيستري موديفي، كي تحب تدير حوايج واحد اخرين تكليكي هذه يخرجوك اكسبورتي ولا لونسي بروسيسوس ولا فوار لو دوسي. هنا ثاني اكزومبل هنا داير دوز اكسيون، وهنا كي تحب تشوف بلوس دو ديتاي تكليكي، سي سا لي اكسيون مينيمال. اي ظاهره دوك يبداك ثاني في لابغيفتي لا كونسيزيون، ظاهره ولا ماهيش؟ اي ظاهره اي ظاهره سي دونك في لابغيفتي لا كونسيزيون. حنا نلاحظوا بلي المود باس كي تفتح مود باس فيك شما هكذا سيت ويب يعني نقولوا معترف به، والله ابل والله في المايك كاميرا طال كيفاه استاذ طالب برك فاتح كاميرا ايه كل كاميرا تنقص كونيكسيون استاذ ايه ما تفتحوش ني كاميرا ني كام تنقصنا لا كونيكسيون. دونك باغ اكزومبل كيما هذه بغيفتي كونسيزيون فلاشارج دو ترافاي قلنا هذا ليكزومبل هذا، تلاحظوا بلي باغ اكزومبل هنايا هو حاب يقول لك بلي المود باس لازم يكون فيه اون لتر ماجيسكول ويكون فيه لي نيميرو اي تو باش يكون زعما نقولوا فور. هذه فيه ماهيش بغيف كونسيز، هذه يطلع ديالك فقره. باغ كونطخ لي منا داير لك دوا كونتونيغ او موان اون لتر، دوا كونتونيغ او موان اون ماجيسكول، دوا كومونسي او موان افيك ان شيف اتسيتيرا. واللي ما درتهمش دارهم بالغوج، شوفوا الله يبارك لو تريتمون اللي داروها، يعني اللي درتهم داروك بالفيغ واللي ما درتهمش داروك بالغوج باش تفهم بلي واش ما درتش، وكتب لك منها فابل داكوغ. اوكي هذه في لا بغيفتي لا كونسيزيون. Maintenant le contrôle explicite. Le contrôle explicite, je vous disais, laisser l'initiative à l'utilisateur. L'utilisateur contrôle le déroulement des opérations. C'est ce qui est le متحكم. Mais imposer sur lui le système حوايج. Je vous dis par exemple, enregistrer automatiquement un fichier, il n'y a pas le contrôle explicite, c'est faux. Mais l'utilisateur, il sent que le système est contrôlé. Malgré que le système est contrôlé, mais il faut laisser le contrôle l'utilisateur. Maintenant, je veux interrompre le processus de la copie. Il dit par exemple pause, ou il dit annuler directement. Je veux dire, pause, il dit le lancement, il dit le lancement. Maintenant, j'ai une opération dangereuse. يوم تقولوش ما عندكش الدوا تشرح له قال هاك شك حد دير شك حد دير وديموندي منو لو مود باس ادمنستراتور بلي راه هو اللي عنده الدوا يدير هذا هذه لوبيراسيون سونسيبل. مثلا في افاسي هذه ثاني ستان اكزومبل افاسي يقول له
voulez-vous effacer cet objet, il ne sera plus possible de le récupérer. Action dangereuse. بصح تخلي له لو كونترول ايه يقول لك هو ايفاسي ولا انيلي براسو مفهوم يتيوز هو اللي عنده لو كونترول ديغولمون دي زوبيراسيون مفهومه هذه هام دي زيكزامبل مفهومين مفهومين مثلا الادابتابيليتي الادابتابيليتي سي لا كونفيغوراسيون ولا موديفيكاسيون دو لانترفاس فيها كونفيغوراسيون اون جينيرال فيها لا موديفيكاسيون دو لانترفاس بار يوتيزاتور مثلا هذه سي اون ابليكاسيون نتاع كيف نقولوا ملتي ميديا سي اون ابليكاسيون ملتي ميديا فيها هنايا ليتيزاتور عنده الدوا كيفاه يبدل لا كونفيغوراسيون تاع هذه الابليكاسيون كما حاب دونك عنده لو دووا دونك هنايا تلاحظوا بلي عنده بليزيور اوبسيون ويقدر يبدلهم كما راه حاب اكزامبل واحد اخر انه باغ اكزامبل في الوورد شو هذيك لي اوبسيون هذيك اللي نحبوا نزيدوهم في الوورد خاصة هذه كانت في الأوفيس 2007 هذه كانت في الأوفيس 2007 نقدر نزيدو في لابار دوتي نزيدو حوايج ما مام في الأوفيس هذا كاينة يسموها بيرسوناليزي لو روبون تحب تزيد حوايج لو روبون يعني تتحق حوايج بزاف لو روبون تزيدهم له داكور هو لو روبون دوك راه جامل لا بليبار تاع لي شوز المهمين بصح بكري باغ اكزومبل الأس الأس ولا لانديس ما كانوش كاينين كنا باش تخدم بيهم لازمك تديرهم تحط الليكون هذيك باغ كونطخ دركي تلقاها في لاكوي الأس هذاك تاع القوة ولا لانديس كي تحب تكتب أن داكوغ لادابتابيليتي في ليكزومبل دوكا يفوت لادابتابيليتي فاتت لكم فاتت ترى أقبلي كاينين هم يحوسوا واش راني فاتت ساعه وين نقبل ما كانش عندي انا واحد قال لي اقبليني والو كانش ها هاو ظهركم يخيل هذاك ما عنديش كي يعود كاين راه يقول لي هنا اكسبتي داكور كانش دونك نرجع للكور ها واحد جاني هذا وين ها هو واحد اكسبتي ما كنتش حابة نديكم بارتاجي الانتيغرايتي تاع ليكرون خاطر شنو كي نخرج يخرج لكم كامل الادابتابيليتي قلنا لا فليكسيبيليتي واش معناتها لا ميم اكسيون عندها بليزيور فاسون دو لو فير كيما قلنا الكوبي كولي هنا عندنا اندوريدو الاندوريدو باغ اكزومبل تقدر ديرها اندو بهذا ولا دير كونترول زد وانا نزيدكم ليكزومبل تاع كوبي كولي الكوبي اونفا داكور هذه لا فليكسيبيليتي plusieurs façons عدة طرق لإنجاز نفس الأكسيون نفس المهمة ماذا كيما كوبي تقدر تكليكي ليكون كوبي تقدر دير كونترول سي تقدر دير من المنيو هكذا باغ اكزومبل تلقى هنايا نلقى كوبي ايتترا هنايا رانا درنا على الاندو ريدو باغ اكزومبل اندو كلير ولا كونترول زد مثلا لا فلاجيسيون دي زيغور راكم معايا وانا معاك وي استاذ المهم ظاهره لا بروتيكسيون باغ اكزومبل كونتر ليزير هنايا هذا ستان انترفاس من السيت ويب تاع مايكروسوفت اش قلنا في لا بروتيكسيون دي زيرور قلنا لازم نركزو سي بريفينير لي زيرور يعني ما نخليهمش يصراو بمعنى احنا في البروتيكسيون دي زيرور ولا في لا جيستيون دي زيرور عندنا الوقايه خير من العلاج ما لازمش نخلو الغلطه تصرا pour éviter l'utilisateur يغلط لازم تيفيتي وتنقصوا لا سيزي باش نقصوا لا سيزي واش قلنا تستخدم له هذو لي ليست ديغولونت ولا لي كومبو بوكس حنا نعرفهم في النت بين اسمهم كومبو بوكس باش ما يغلطش مثلا كيما هنايا il va choisir مثلا كيما هنايا سنندير لكم لازير مثلا select type of product ها هو select your product select your operating system select your operating system language etc دونك هنا ما تخليش سيزي كاش لا سيزي هذه هي لا بروتيكسيون ثانيا ديرو ثاني الماسك دو سيزي يعني هنا انا ما زدتهاش ماسك دو سيزي اللي درناه قبيل هاني نزيد نديرها لكم هنا ماسك دو سيزي الماسك دو سيزي ثاني من الحوايج اللي يبروتيجي كونتر لي زيرور يعني استخدم لي ليست ديغولونت يعني توجور il faut proposer les valeurs par défaut والله اتويزي لي ماسك دو سيزي يعني تفهموا كيف راح يسيزي
La gestion des erreurs, qu'il y a la protection contre les erreurs, qu'il y a la correction des erreurs. Il y a un qui t'a ça à l'erreur ou ça est tafrat, srat. Qui veut dire? Quel est l'exemple? Par exemple, avec l'exemple. Wahda glat, ktib le numéro de la carte ou le paiement. Visa, voilà. Le mouim les cartes de paiement. Hne yagel ou ça again. There was an error with your information. Please enter the name, etc. وهنا قال له شوفوا هنا دار له ميساج وهنا شوفوا هنا شرح حاله بالوحده entry the name on the card entry 16 digit number يعني هنا وضح له بلي لازم يدخل 16 العدد باغ كونتر هنا واش قال له قال له دخل a valid card number دونك شكون اللي مليحه سي بيان سور هذه ها عليها نايك لانه هنايا كي كان يديله في الميساج ديغور وجهه للتصحيح دالو هنايا وجهه بيان كيف يصحح ليكزامبل هذا واحد كتب لو نون تاعو وكتب لادريس ايميل شوفوا هنا واش قالوا في اونتري اون ادريس ايميل فاليد لا هنايا باغ اكزومبل ما كانش لاغوباز وهنا واش قالوا كاين قالوا دو زيغور دون لو فورمولير في كوريجي لي شون اون سيربريونس يعني هذو اللي راهم بلو روج D'accord ? Mafhoum ? La correction des erreurs, c'est un hinaya. Par contre, il y a une galta, chofou, hinaya. Dès l'entrée votre. Veuillez entrer une adresse email valide, mais hinaya, l'activité, mon bahlouche. Ça a oublié les deux erreurs. Donc, heavy, elle est, et c'est un goulou. Le pourcentage de hanaks. Il y a une hinaya, akhta, fiad l'interface. Par contre, هذا قال له كلش شوف vous n'avez pas rempli le formulaire correctement هذه الاولى هذه بالغوش يقول هنا veuillez renseigner votre nom et prénom veuillez renseigner votre voilà votre email n'est pas valide هنا هما شو سيزي هنا votre message est trop court يعني هنا ما كاش ميساج par contre هنايا في اللي قبلها هنايا قال له veuillez entrer une adresse email valide صح هنا ما قالوش veuillez renseigner votre activité والله دنيا رونسي لو ميساج maintenant donc il y en a la qualité des messages d'erreur la qualité des messages d'erreur قلنا لازم يكونوا les messages d'erreur informatifs يعني مدونا معلومه compréhensible لا تشفاو قلنا compréhensible صبروا هنا واحد دخلنا هنا راه كاين جماعة إيزيل و إس إي ولا غير جماعة إيزيل إيزيل و إس هاي منين إس إي تاني مدام إس إي تاني داكور دونك هنا في لاكايتي دي زيرور لي ميساج ديرور قلنا لازم يكون الميساج ديرور انفورماتيف كومبريونسيبل اي اميكال بمعنى انفورماتيف يمد لي لافورماسيون شوفوا هذه كي تبداو تقرا في هذا سيتون ابليكاسيون تاع مهم ابليكاسيون مهم وفيها مشكل في الكيبورد شورت كات شوفوا هنايا كيبورد شورت كات اوريدي اسينيت تو كوماند يعني هنا صرا مشكل حب واحد يزيد اختصار راكم فاهمين الشورت كات يعني اختصار تاع كيما كنترول اس كنترول في قالوا ديجا هذا راه كاين تي دو يو وونت تو ريساين ذا كوماند كيبورد شورت كات هذه يكون واحد يعود ما يفهمش منيح ما يفهمش هذا الميساج ديرور من المفروض كي يكون كاين ديجا شورت كات يعني راكورسي يقول له طول في يشانجي سو راكورسي اي اوريدي اسينيد وصاي داكوغ هذا الميساج ديرور هذا تاع مايكروسوفت اكسس هذا ما يتقراش اللي يجيب لهذا شوف هذا الميساج ديرور هذا واحد ما يقراه ويخاف يدير اوكي par exemple هاكو شايفين هذا illisible هذا لا illisible شوف قالوا l'application a rencontré une erreur votre ordinateur va s'autodétruire dans 10 secondes هذا واحد لعبها كيما نقولوا فكاهي يعني هنايا واحد كوميدي يعني حاب يضحك قالوا l'application a rencontré une erreur كاينه غلطه وشوف قالوا votre ordinateur va s'autodétruire معناتها راح صايد كلاطا dans 10 secondes imagine واحد يصدق صح
هادو كل سون دي ميساج ديغور فو يعني اللي دي كونسي تاع تخدموا بهذو لي تيب دي ميساج ديغور. سمحوا لي واقيلا كاين واحد ما عرفتش صبروا اسكو كاين واحد راه كونيكتي حاول شي يدخل حنا واش قلنا لازم يكون انفورماتيف كومبريهنسيبل اي اميكال. باغ اكزومبل هذا اي تيمز هنا سي تا ميساج ديغ وال جبل ربي تاع ليا هو الجوجل اي تيمز ذات يو مي هاف فورغوتن تو اتاش فايلز. يعني هنا قال له راهي باين لي راهي باين لي راه كنسيت ما درتش لاطاشمون تاع لي فيشي. سند ذيس ميساج ويزات اتاشمنت اوكي اور كانسل. دونك هذا سي ميساج ديغ مليح. قالوا هنا راه يتبان لي بلاك ما درتش في فيشي داتاشمون. اسكو تحب دير ولا ما ديرش؟ والله كيما يقول لك راك راح تبعث هذا لو ميساج سون اوبجي كونتيني او نو. دونك هنا يوري لك وراه المشكل وي دوموندي اسكو يفو كونتيني او نو. من امثله دوك انا قريب نخلصوا صاي باش توجدوا اسئله تاعكم. ماتنو في الكريتير السابع جو بونس هوموجينيتي و كويرونس. لوموجينيتي لا كويرونس واش معناتها لوموجينيتي لا كويرونس؟ لوموجينيتي يعني يكون هوموجين و كويرون. حنا قلنا لابليكاسيون تاعك لازم تكون هوموجين و كويرونت. بمعنى كي تفتح دي فنيتر لازم يكون لي فنيتر يشبهوا لبعضهم عندهم نفس لو ستيل نفس نوع الخط نفس اللون نفس لي بوطون نفس الشكل. قلنا هذه لا كويرونس و لوموجينيتي تقدر تكون في نفس المجموعه تاع لي لوجيسيال كيما لوفيس. هنا اكزومبل لوفيس باغ اكزومبل تشوفوا تفتحوا اكسل تلقاو الانترفاس تاعو هكذا باوربوينت هكذا وورد هكذا اكسس ثاني داكور. كاين تقدر تكون لوموجينيتي اونتر دي فيرسيون كيما الويندوز. الويندوز الي هوموجين كي تبدل تفتح تعرف ويندوز يوبنتون هوموجين تفتحوا تعرفوا يوبنتون. يعني اي حاجه كي تفتحها تعرفها تاع وين سيري. باغ اكزومبل كاسبرسكي مالغري دي لا ميزاجور ساعه قاعد مقادي نفس الانترفاس. هذه هي لوموجينيتي لا كويرونس. ليه نستخدموا لوموجينيتي لا كويرونس؟ باش تكون عنده ليتيزاتور واحد ليماج على لابليكاسيون تاعنا. دونك واحد انا كي يشوف هكذا يعرفها مباشره في الاوفيس حتى وما يتاكدش اسكو الاخضر اكسل ولا الاحمر باوربوينت ولا الزرق وورد ما على باله بلي راه في الاوفيس. هذا هو الشكل تاع الاوفيس مباشره مفهوم. هذه هي لوموجينيتي لا كويرونس. لا سيفيكاسيون دي كود دي دينوميناسيون باغ هي دوني ان ماكسيموم دو سيمونتيك او كوداج دانفورماسيون. واش معناتها؟ هنا لازم تكون الصوره اصدق من التعبير كيما هكذا. هذه نفهمها بلي سوف غاردي، هذه نفهمها بلي سوف غاردي، هذه نفهمها بلي سوف غاردي في الكلاود، هذه نفهمها سوف غاردي في لو ديسك دور اتسيتيرا. مفهوم. هذه انسيفيكاسيون دي كود دي نوميناسيون. ما ديرش ان كود رمز نون سينيفيون ما عندوش معنى ما يوضحش المعنى نتاعو. اكزامبل حفظ دايروا لا ديسكيت صاي الناس حتى هما مش فاهموا واش معناتها ديسكيت. تشوف فيها مربع بصح خلاص راها فاهمه بلي هذيك العرسيه ديسكيت. دوك تلاحظوا بلي بداو شويه يبدلوها عندك السهم. باغ اكزامبل كي تلقى في نافيغاتور نافيغاتور ما يديش ديسكيت في سوفغاردي يدير هذاك السهم هذاك تاع داونلود داكور. مثلا كومباتيبيليتي La compatibilité, le critère de compatibilité se réfère à l'accord pouvant exister entre les caractéristiques de l'utilisateur. Ou chez les humains, les caractéristiques de l'utilisateur. C'est la mémoire, la perception, les habitudes, la compétence, l'âge, les attentes, l'expérience, etc. Et des tâches. Et l'organisation des sorties, des entrées et du dialogue d'une application donnée. La compatibilité concerne également le degré de similitude entre divers environnements ou applications. Maintenant, la compatibilité n'a pas deux volets. Il y a la compatibilité physique ou technologique. Le physique, c'est la compatibilité des applications compatibles avec les caractéristiques de l'utilisateur. Il y a la mémoire, la perception, l'application personnalisée.
في الـ compatibility technology قلنا كاين دي زابليكاسيون يتنستالاو سبيسيفيكمون في لا بلاتفورم باغ اكزومبل ماكينتوش في الماك كيما كاين في البلاي ستوري لي زابليكاسيون تاع الاندرويد وتاع الاو اس ولا تاع الابل ولا ما على باليش غير كاين دي زابليكاسيون ما تقدرش تنستاليهم ما عندكش لا فيرسيون تاعهم في الاندرويد بزاف ما خدموش لا فيرسيون كومباتيبل افيك الاندرويد هذا هو المثال كي نقول لكم مثلا اعطيني مثال على لا كومباتيبيليتي تكنولوجيك تشرحوا لي بلي لا فاصون حتى تشرحوا لي بالعربيه اخي واش قلنا الفصحى اكتبها في وقتك بالدارجه وقعد حيره معاك كيف تقرا بالعربيه الفصحى داكور اذا كتبت لي بالدارجه راني نعاود واكرر نباري على لا ريبونس صح نلقاها بالدارجه نباري على لا ريبونس هاي دوك درناها بالفرنسيه اهلا اللهم بارك درتها بلونغ اللهم بارك درتها بالعربيه يعطيك الصحه ديرها لي بالدارجه زيرو وما تقوليش يا استاذه حرت لها دونك هنايا نعاود في لا كومباتيبيليتي قلنا عندنا لا كومباتيبيليتي فيزيك يعني لا كومباتيبيليتي افيك لي كاركتيرستيك تاع لي زوتيزاتور وعندنا لا كومباتيبيليتي تكنولوجيك كي يقول لي واحد مثلا يا استاذ مع لي زوتيزاتور عطينا امثله وعطيتهم لكم ونعاودهم مثلا في لي جو قلنا لو نيفو ولا ليكسبيريونس تاع زوتيزاتور تلعب دور تلقى في الجو il va donner des niveaux يقول لك نيفو فاسيل نورمال ديفيسيل مثلا في الجو ديشاك لعبه الشطرنج il va proposer des niveaux على حساب ليكسبيريونس تاعك دونك يقول لك تحوس على كيف نقولوا مباراه سهله عاديه يعني متوسطه الصعوبه والله صعبه دونك واحد هو اكسبير في الجو ديشاك هي يدير فاسيل حيديرها ديفيسيل هو حابي يكزيرسي الاكسبيريونس تاعو هذا مثلا مثال في لا كومباتيبيليتي قلنا ثاني تدخل فيها ميم شو لا كومباتيبيليتي عندها علاقه مباشره بالادابتابيليتي لا كومباتيبيليتي والادابتابيليتي عندهم علاقه بعضهم لا في الادابتابيليتي قلنا لا موديفيكاسيون دو لانترفاس بار يوتيزاتور ويوتيزاتور il va modifier l'interface par expérience معناتها كل يوتيزاتور راح يخدم اصابور ليكسبيريونس تاعو داكور يعني لادابتابيليتي عندها علاقه مباشره بلا كومباتيبيليتي ليه قلنا في لادابتابيليتي كاينه لا فليكسيبيليتي ولا فليكسيبيليتي واش فيها فيها انه لا ميم اكسيون عندها بليزيور فاصون دو الفير اكزامبل الكوبي كولي الاندوريدو ما على باليش انايا دونك هذه اللي اي كي قولك اعطيني انا اكزامبل على فليكسيبيليتي يعني مش تقول لي كوبي كولي هي ومن بعد كوبي كولي ومن بعد وشني قال كوبي نقدروا نديروها من ليكون كوبي نقدروا نديروها من المنيو كونتكستويال والله يسموها القائمه القائمه الجانبيه والله اعلم بالعربيه نقدروا نديروها من شريط الادوات لا باردو يسموها شريط الادوات تاخذوا ديروها من القائمه اديسيون تنسيق بالعربيه والله يكتب لي معيش يكتب لي القائمه اديسيون دونك اديسيون باغ اكزومبل كاع ها شريط ادوات سريع والله مش شريط ادوات سريع تري بيان لا هذه شريط ادوات سريع هو هذا هذا اللي يجي هنا بس عم نلقاو شريط الادوات سريع اللي اذا تزتها نلقاو عاده امبريمي نلقاو شريط الادوات سريع انريجستري اي ما نلقاوش كوبي كولي المهم هذه هي كيفاه كي نقول لكم خاطر شاني قلت لكم كاين 4 بوين والله ما عباش درتهم على ليزيكزومبل لا كومباتيبيليتي فيزيك قلنا ثاني ركزوا على لونديكاب لونديكاب ثاني راه داخل لا كومباتيبيليتي بمعنى يكون مثلا عندك ان سيت ويب يكون كومباتيبل افيك لي مال فويون اي لي نون فويون لي مال فويون معناتها يتقرا له لو سيت ويب يتقرا يكون عنده واحد لورغانيزاسيون وين سينتيتيزور فوكال يقدر يقراه كاينين تدخل دي زابلي تدخل دي سيت ويب تلقاهم دايرين هذه لوبسيون كاين ثاني بوغ لي مال فوايون يعني ما يشوفوش مليح يكبروا له لو فون يغيروا له نوع الخط يغيروا له لون الخط ايتترا هذه هي هذه هي المراجعه تاع هذا الدرس دونك اسكو فوزافي دي كاستيون
استاذ في الكونترول اللي جينا دي زيكزامبل يقول لك دوموندي دي زيكزامبل ولا شنو؟ اي شكون معايا؟ شرقي شرقي اهلا شرقي. اي خاني قلت لكم نقول لكم دوني دي زيكزامبل. كي قلنا 8 بوين سي كوسيام شوازيسي لا او لي بون ريبونس 8 بوين 8 نقاط داكور. وقلنا 5 نقاط ترو اور فولس vrai ou faux يعني نعطيك دي شوا وهاني قلتها ونعاودها. اللي يدير لي فري كامل زيرو، اللي يدير لي فوس كامل زيرو وما نعاودهاش. واللي يديرها يعني يقول انا نخش راسي وانا هذيك انا ثاني يعني نخش راسي ندير زيرو عادي ما عنديش مشكله. انا راني حضرت مادام ما يجوش كاع فري ولا كاع فو زعما ما يجوش ما يجوش والله اللي يقول لي يجو كاع فري ولا كاع فو مستحيل يجو كاع فري ولا كاع فو. ما رانيش شريره لهذا الحد استاذه. اللي قلت فري وفو فري وفو استاذة. وي اذا دارهم كاع فري وواحده فو هذه العبه قافز هذه معليش اقسم له على النقطه هذيك على النص استاذه. مش مشكل استاذه فري واحده فو نقسم على النص على زول اذا ما دارهاش كذا مثلا ودارها فري ولا هكاك يا ودي ما يجوش قول لنا كان نديروا لنا استاذ اطلع ما ديروش هكذا ما ديروش هكذا كبغيت تصبطيو رواحكم ما ديروش هكذا فين نصحكم راكم على بالكم 200 ورقه راني نلقاها راني باريه راني كي نقول لكم باري باري ديروا في بالكم حبسوا كامل الميكروفون حبسوا حبسوا كامل نقول لكم كلمه دوكي راني قلت لكم واحد النقطه الاولى الاولى انه لازم تكون لا ريبونس تاعكم الي ليزيبل انا قاف ليا شيم راه كاينه 200 وحاجه ورقه تصحح 200 ورقه 200 ورقه تصحح ديروا واحكم في بلاصتي قول ديك الحاجه ما تداش نقام دايرينها في رايكم انا واش ندير مباري مباري مباشره ما عنديش الوقت 200 ورقه تصحح الدارجه مباري اكتبها بالدارجه وقعد حير فيها بالعربيه الفصحى دبر راسك حير فيها اخي قلت لي العربيه هاني درت العربيه سيدي نكمل بوك الكور اللي قال لي هذاك واش فيه في 8 نقاط 5 قد عندنا وي استاذ السجيد لنا بالعرض ولا تشرح لنا كلمات برك اما انا ما نشرحش عندي 3 اون في استاذ كملي خلينا من كونترول ما عرف لا مولا ما ناس هي لا لا بقي قاعد الورقه تشرح مش 3 اون في ما نشرحش ما نشرحش ما عنديش انا ديك لافاس تبعوا معايا بقي تموك تحت تجاوبوا بالعربية والفرنسية خليني نكملكم هذه النقطة برك عندكم فغي وفو راح ندير هذه الحويجة انا شناهم برك مش حنخرج عليهم نفس الفوكابيلاغ لا كاين الوي بوان من بعد واش كاين عندكم ال 3 بوان اللي قلت لكم هذاك الموديل دو تاش الموديل دو تاش اللي شفناه تاع اونفوي ميساج خابية هذاك موديل دو تاش ما يجيش اونفوي ميساج يجي موديل دو تاش شبه له قريب ليه وكاين دوك نشوف هذه لي اغونومي دوك ريفيزيو وكاين ثاني الاخر لي زيكزامبل 4 بوين لي زيكزامبل يعني هكذا نقول لكم ادي لي اكزامبل تاع هذا هذه هذا اشرح حالي اشرح شك فاهم نفهمش شك فاهم داكور يعني انا حابه نفهمش شك فاهم نتايا اوكي استاذ سمالي يحب سمالي يبدا يجاوب بالفرنسيه ما يقدرش يزيد يجاوب تحت بالعربيه لا لا والله يجاوب على روحه كي يحب حتى يدير لونغلي من بعد مش مشكل اللي يفهمها مثلا هذاك السؤال جاته بالعربيه ساهل يجاوب ما عنديش مشكل هذيك هاي شكرا ما رانيش نصعب لكم في الامور راني ساهل فيها دونك لي كريتير دي فالياسيون ايكونوميك عندنا دوك نرجعوا لهذه بيسكام زملائكم يدومونديو في هذه ندير فيها واحد ساعه ماكس La performance du couple ordinateur-utilisateur de Miniadi Heda, les 7 critères centraux d'évaluation, Schneiderman, 7 règles d'autotage, les 10 heuristiques de Nelson, les 8 critères de Bassi-Escapa. Les 8 critères Schachthom. Les 8 critères Schachthom. Rahana Schrach, le reste, oui. Les 8 critères. L'homogénéité ou la cohérence est-ce qu'on peut donner la permission à l'automatisation de certains processus
pour des tâches souvent effectuées par l'utilisateur. Tu te fais ah. Là, là, des dérives. Le contrôle explicite. Mais je dérive la fonctionnalité et la cohérence. C'est parce que dès que tu as fait le cours, c'est ça. Là, 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 dérive le contrôle explicite. Allah sait. Je suis comme ça. Ça. Donc la performance du couple ordinateur utilisateur, mini ADHD, de 91. Derhoua, quelle est la bonne IHM? Où je n'y fais. Par exemple, un angulik. Pour toi, une bonne IHM, c'est quoi? La facilité d'apprentissage, la facilité de l'efficacité de la sécurité utilisateur, le plaisir d'utilisation, tout le monde fait un peu de temps, tout le monde fait un peu de temps. Nous sommes tous les plus connus. Nous avons une bonne IHM, nous devons être plus facile de faire un logiciel. Facile et sûre d'utiliser ce logiciel, la facilité de l'efficacité de la sécurité. Le plaisir, il y a un qui travaille, il est heureux, il est heureux, c'est le plaisir. L'acceptabilité du logiciel, يعني logiciel يكون accepté par le كيقولوا par le la communauté ciblée. مثلا Windows 8 8 ما كانش عنده acceptability. عادي الناس ما خدمت به ما اهتمت به. خي اهتموا بال7 وبعدك كان ال8 ما كانش عنده حضور. هذه هي سا l'acceptability. La satisfaction. La satisfaction معناتها الرضا يعني نخدم ذاك اللوجيسيال ومن بعد كيسقسيني واحد يقولوا ايه كاين هذاك اللوجيسيال هايل اخدم به سي سا لاكسيبت لا ساتيسفاكسيون يعني الواحد يولي il va recommander هذاك اللوجيسيال يعني يولي يقترح هذاك اللوجيسيال على الزملاء تاعو باغ اكزومبل لا برودكتيفيتي معناتها لا برودكتيفيتي انت كي يكون لوجيسيال كيما الوورد الوورد فيه لا برودكتيفيتي كي تقعد تكتب فيه لا برودكتيفيتي يعني تقدر تنتج بزاف لي باج باغ كونتر الوورد باد الوورد باد تعرفوا الوورد باد لا فيرسيون مينيم تاع الوورد ماهوش ما فيش لا برودكتيفيتي باغ كي تحب دير اوس دير لانديس القوه ما تقدرش دباري ما فيش بزاف لي فونكسيوناليتي ما فيش لا برودكتيفيتي بزاف نسحقوه نهار اللي ما يعودش من صالينا لوفيس يعني كيفاه يقولوا غوت سكور برك للاحتياط كاينه لا رونتابيليتي كي تكون كاينه لا برودكتيفيتي تكون كاينه لا رونتابيليتي بمعنى لا رونتابيليتي عندها علاقه مباشره بالبرودكتيفيتي يعني اذا كانت لابليكاسيون تزيد لنا في البرودكتيفيتي راح تزيد لنا المردوديه يعني حتزيد لنا المردوديه الماليه يعني حيدخلوا لنا دراهم الموفيزياشن La mauvaise IHM, on a rassemblé un mini-adil de volets sur le niveau individuel, voilà sur le niveau social, voilà entreprise. Le niveau individuel, c'est le moradifet, l'erreur, ou le kalak, ou le zaf, ou le moradifet, donc c'est la confusion, la frustration, la panique, le stress, l'ennui. Donc, c'est le kalak qui te connaît avec l'application, maintenant. Donc, c'est le kalak. من لابليكاسيون تاع جافا نت بينز و اكليبس ابدي كي يشوفو يجو هذا يغضوا لو ستريس وتقضوا الخلعه والهلع وديك لانه ما يعرفش يخدم بهم سي سا بس علي ما عندهاش علاقه بالموفيز ياشيم هو عنده علاقه بموفيز دي موفيز كونيسونس عنده هو مش انا نعطيك في مثال برك فلانفليونس سور لو نيفو سوسيال اذا كان لابليكاسيون عيانه كما قلت لكم مثلا تخدموا اون ابليكاسيون ليتا سيفيل وتكون عيانه واش حيصير اولا حيصير روجي خاصه اذا كان فيها دي زيرور غراف مثلا يجي يكتب اسم الاب يكتب اسم الام يجي يكتب اسم الام يكتب اسم الاب مثلا راح يكون فيها اون موفيز او اون سويتيزاسيون راح تكون ما نستخدموهاش راح يكون فيها لا بيس دو بيرفورمانس لا بيس دو بيرفورمانس واش معناتها راح يعني تنقص المردوديه C'est ça la baisse de performance. Il y a une course intège ou intégie. La régression vers des tâches d'exécution. Le coût. 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 دوك تي راح تقولوا ايه خلاص قلت سيفي تقول اه دوك نسقمها لك ودوك نسقم لك الانترفاس واني غلطت وهذيك بصح فيك تسقمت الانترفاس هذيك راه فيها لوكو انك يعني ثاني عندك خدامين راهم يخدموا عندك داكوغ
وكاين لا ريكريتور دو سيستيم والديتورنمون هذه كارثه. اذا لحقنا لا ريكريتور دو سيستيم يعني عاودنا اللوجيسيال تاعنا ازيرو باغ اكزومبل هذه هنايا ما تسميش غير موفيز ياشير هذه سي اون موفيز كونسيبسيون جيال او ديماراج داكور. Mettons les 5 critères de centraux d'évaluation de Schneiderman. Je vais vous donner un cours pour vous donner un cours. Je vais vous donner un cours pour les étapes d'une conception IHM. C'est un cours. Donc, le temps d'apprentissage. Qui est le temps d'apprentissage? Je vais vous donner un cours. Bonjour, madame. L'application. Je vais vous donner le temps d'apprentissage. Est-ce que vous avez un cours ou un cours? ماشي مليحه très bien. La vitesse d'exécution des tâches par le couple homme machine. اذا زادت لا فيتيس مليحه ولا مش مليحه؟ مليحه مليحه très bien لانه دوك الوقت التعلم اذا زاد معناتها لابليكاسيون تاعك راه عيانه. لازم لابليكاسيون تاعك تشوفها يشوفها ليتيزاتور يعرف يخدم بها. يعني لازم يكون لو طون دابرونتيساج ريدوي. لا فيتيس ديكزيكسيون دي تاش لازم تزيد بمعنى راه زايد يتعلم راه زايد لا فيتيس. Le taux d'erreur, لازم ينقص. إذا قعد le taux d'erreur يزيد ولا le taux d'erreur قعد هو راه كاين مشكل في الابليكاسيون تاعك. La rétention de l'apprentissage dans le temps. بمعنى هنا لازمك دير خي قلت لكم تقضوا اون سيمين تقضوا الابليكاسيون تاعك مورا دي جور ولا المهم ديروا كالندري وتشوفوا اسكو le temps d'apprentissage راه يزيد. La vitesse d'exécution راه تزيد تنقص. Le taux d'erreur راه ينقص ولا يزيد. وتشوفوا هنا ديروا تحليل تعرفوا لابليكاسيون تاعكم لي بون ولا وكاين لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف يعني هنايا دير لهم استقصاء للزيوزاتور يقول لك ايه عجبتني لابليكاسيون ما عجبتنيش هذه يسموها لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف يعني مدلك رايه دي فاسون سوبجيكتيف يعني ماهوش على وجهك فلان صاحبو يقعد يجامل فيك نو حتكون قد في ريغل دور دو كوتاز اخي قلنا بلي لي ريغل دور دو كوتاز ملخصين من نفسهم من باسيس كابا يعني استمدوا منهم ها هي هنايا لا كويرونس اي لوموجينيتي هو قالك لوتي بور لا كويرونس في لا شارج دو ترافاي لوتي بور لا كونسيزيون لا شارج دو ترافاي هنا خي قلنا لا بريفتي لا كونسيزيون دونك هو قالك لوتي بور لا كونسيزيون ريدوير لا شارج كونيتيف لمن تابعه شارج دو ترافاي Mettre le contrôle entre les mains d'utilisateur, c'est quoi? C'est le contrôle explicite. Contrôle explicite. Souplesse d'utilisation. Louis Teba. L'adaptabilité. L'adaptabilité, oui, il y a des gens qui disent le guidage, mais je ne sais pas. Il y a la souplesse d'utilisation. Structurer le dialogue. Structurer le dialogue, c'est ce qu'il y a dans le GL. Prédire les erreurs, puis la gestion des erreurs. Oui, je dois que je m'a des questions. Les erreurs, c'est fait la gestion des erreurs. Les diagnostics de Nelson Nafshi proposer des dialogues simples, naturels et minimes. Avec le flou, l'analyse des besoins. Absolument, les microphones. Parler le langage utilisateur, c'est une étape à l'analyse des besoins. Minimiser la charge de mémoire de l'utilisateur. Le même étape à Viva CSK. Le même étape à charge du travail. Être cohérent, sans contradiction et respecter les standards. L'homogénéité, la cohérence. Refléter le monde réel. Signification des dénominations, des icônes. Fournir un retour à l'utilisateur. Je ne m'intègre pas. Allez, bon. Je ne m'intègre pas pour un retour. Feedback. Fournir un retour à l'utilisateur, c'est donner le contrôle à l'utilisateur. C'est le contrôle explicite. Permettre une personnalisation par les utilisateurs expérimentés. Contrôle explicite. Là. Personnalisation. L'adaptabilité. Prévenir les erreurs, c'est bien sûr la gestion des erreurs et rendre accessible l'aide et la documentation à Haja Zaida. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi des questions. Est-ce que vous avez des questions?
يا طلبة وراكم يا طلبة أستاذة وي وسبسيو يا شيري واحد قالهم تخلطة تحبسوا حبسوا نشوف آية ليه تتخلط يا بنتي ما عنديش امتحان السنة الماضية ما كنتش أنا نقري وراه تبدل البروغرام لا يقولي إذا أمكن امتحان السنوات الماضية البروغرام تبدل وما كنتش أنا نقري الواحد كان فاهم شوية زاد راح شفتوه اصبر الكونتور بالفرنسية باركي كنت قاري بالفرنسي زيدو استاذ المراحل تاع الكونسيبسيون يا شيم وشني المراحل اناليزي ديفلوبي ايفالوي ما هذاك راه كاين في الكور الخصائص اه الخصائص اغلقوا لهذاك الخصائص وما كاين مراحل كاين خصائص اه الكاراتيستيك هذيك ايتيراتيف انكريمونتال ايتيراتيف انكريمونتال بروتوتيب بروتوتيبي والاخرى كونسيبسيون انتري يوتيليزاتور هذه هي كونسيبسيون سونتري يوتيليزاتور هذا ما خاصها تاعها المراحل تاعها يقولك مراحل اناليزي لاناليز المرحله الاولى سي عندها ثلاث مراحل لا كونسيبسيون اي اش ام اناليز كونسيبسيون اي ايفالياسيون والله نقولوا اناليز ديفلوبمون ايفالياسيون لي كارتيستيك هذوك راه تاع لي طاب تاع لا كونسيبسيون مفهومه الخصائص تاع لي طاب دو كونسيبسيون لي تيراتيف انكريمونتال انكريمونتال تاع الانترفاس هنايا تقدر تكون ايتيراتيف انكريمونتال ايتيراتيف انكريمونتال تقدر تكون بروتوتيبي وتقدر تكون سونتري يوتيليزاتور هي لازم تكون سونتري يوتيليزاتور دونك خاطر شحال نقولوا لي اش ام ميثود دو كونسيبسيون سونتري يوتيليزاتور هنايا في تقدر تكون حنا ماذا بينا نديروها ايتيراتيف بروتوتيبي سونتري يوتيليزاتور ولا انكريمونتال بروتوتيب سونتري يوتيليزاتور لا قلنا لازم نديروا البروتوتيب مفهوم قلنا لازم نديروا البروتوتيب البروتوتيب فيه الماكيت C'est une interface détaillée sans interaction. Ou le prototype, c'est une interface incomplète. Il y a un prototype qui est de l'interface mouchkemel avec interaction. D'accord. Ou le croquis, c'est le rassemblement de l'interface. Il y a un autre mot qui va entraîner une interface. Vous avez des questions? Aïe. استاذ بالنسبه للتوزيع تاع النقاط في الاكزامان كي تكمل يخلني قلت لك 8 ترو فورس 5 5 ترو فورس 8 شوزيت لا بون ريبونس 3 بوين بور الدياغرام ا موديل دو تاش 4 بوين للتعبير تاع الطلبه يعني نطع اسئله وجاوبوني يوم ما كاش الحفاظه هو اللي راه فاهم دوك ما كاش الحفاظه اللي ما يفهم ما يقدرش يفهم ما يشدش عنده مشكل لازم يحفظ هذاك داكور مانيش حنقول لك دوني لا ديفينيسيون باغ اكزومبل دو كونترول اكسبليسيت وي هذه اللي كنا خالعين منها استاذ تاع الحفاظ هذه مش حنديرها حتى كي يقول دوني دي زيكزومبل راح تعبر تاع وشك فاهم يعني فاهم يعبر واللي مش فاهم عندي ما ندير له كي نقول لك دوني في تاع التعبير الكات بوان حنقول دوني دي زيكزومبل اشرح لي هذه الحاجه اشرحها لي اسافوار فهمتك شك فاهم انت ماهوش كيفي لك الكات بوان مش شابغي دوني ان اكزومبل اشرح لي عرفتك راك فاهمها انت داكور ليه راك فاهمها ليه داروها زيدو وكي تكون فاهم في الغلطه مش عندي لو انايا ايه ما يديش لا نوت ودي تعرفوا كنت دو 20 شوفوا هذا العام شوفوا هذا العام اللي فات كي قلت لكم كاين 20 ما نكذبش عليكم هذا العام تقدر تكون كاين 19 18 مش كيش تكون كاين 20 19 18 تكون كاينه كاين واحد زوج عباد ثلاثه يدو 18 19 اما 20 ما كانش شكون هذا مدة ما على باليش المهم كاين زوج منا كيفاه يهاني نولي نضربهم بعيني ولا ما يدوهاش مش انا نضربهم بعيني كي نقول تضربهم نتوما بعيني ليسونسييل لا علينا المهم راح يكون كاين لي 19 و 18 لي 17 احتمال كبير اما لي 20 ما تكونش كاينه
99% مش انا اللي حمل مي على بالي كي نلحقوا فيه وين يلعب بالطال ما تكونش كاينه. البي او كان سي دي مات، اما هذا مش مات، هذه فهامه. زيدوا ما تقراش على ليكزام، اقراو باش تفهموا، تسحقوا المودي نهار اخر. استاذ لا بون ريبونس تقدر تكون بليزير ريبونس في الكاستيون. ايه راني قلت لا اولي بون ريبونس. ايه كاينه نقطه كي قلت لكم لا كونتراديكسيون نمد عليها زيرو، لا كونتراديكسيون نمد عليها زيرو، بمعنى حاجه يخير هذه ضدها حاجه خاصه زيرو مباشره. زيدو شو اللي عنده سؤال على الكور؟ على الكور كيما اللي قال كنت فيها ما تخلطت له ولا تخلطت لها هذه واحدة. أستاذة من فضلك كنت عاودين هذاك تاع موديل 12 ليش تبو خفيف هكذا برك. هذا كان عاودو لكم ما عجبت الكور تاع وراه هاي je pense les étapes de conception. Donc, hein, les étapes de conception. C'est l'analyse, la conception, l'évaluation. Donc, ok, l'évaluation, c'est. D'accord. Et nous avons dit la conception, de l'évaluation, et de la conception. Vous? Non, الموديل دو تاش واش فيه؟ فيه دي تاش اليمونتير يعني غير قابل للتجزئه ودي تاش كومبوزي. انا نعطيكم اون تاش كومبوزي كيما هذه انفوي انا سماس. نتايا واش لازمك دير كي نعطيك هذيك لاطاش؟ لازم تتخيل كامل لي سيناريو نتاعو اكزيستون، كامل عندها دي سيناريو اكزيستون تتخيلهم. مفهوم؟ مثلا في اونفوي ان اس ام اس واش كاين؟ كاين تشد التليفون تاعك تجي دي اونفوي اس ام اس تبطل سي كيتي، دونك هنايا سي كيتي ها هي، ولا دير اونفوي لو ميساج يعني فيت، والله ديفينيغ لو ميساج. دونك انا في ديفينيغ لو ميساج لازمك دير الفو ديفينيغ لو كور تاع الميساج وديفينيغ لو ديستيناتير يعني تحدد لمن راه ديستيني. كي تجي دير ديستيناتير سوا دير سيزيغ لو نيميرو الى راك حاب نيميرو لو ريبيرتوار اللي راح ندير المثال اللي راح ندير يشبه لهذا يشبه له داكور مش بعيد عليه. ومن بعد دير لي دوك الى توضح لي اسكو هذه لاطاش الي اليمونتير والله دي كومبوزابل يعني طاش كومبوزي. كيف توضح لي حتقول لي مثلا وحده ديرها خط واحد وحده ديرها دوبل تري داكور، والله وحده تلونها بالقلم رصاص وحده تخليها براسك هذيك مش تلونها مثلا تخططها والله ليسونسي نفهم انا وراها لاطاش اليمونتير وراها لاطاش ديكومبوزابل داكور. وهذه ماذا بيا تنظموا الرسمه نتاعها ما نلقاش مخربشه لان قاع مخربشه من مش حنعطي العلامه كامله تاع 3 بوين. مفهوم؟ راح نقبل الاجابات تاع الطلبه وراح كيف نقول نساعدكم على حساب فهمت الطالب ونشوف خاطرش هذه داخله في فهمت الطالب راه فهم اي ماهيش هذه مش سونس اكزاكت مش اللي ما دارش هذه راح نباريلو على لا ريبونس لا راح نمدلو على واش ريبوندا مي حاجه مهمه ما دارهاش سي بيان سور راح نقصلو هي باينه هذه مش غنقولك ديري لا ريبونس اكزاكت دي 3 يقدر واحد يدي 1 يدي 2 يدي 2 يدي 2 واحد يدي 3 داك خما في كلش دار كلش داكور. زيدو لي كاستيون هيا زيدو سينو خلاص هيا طلبة وراكم نمد لكم السوجي يا واجد نعطيه لكم عطينا السوجي يا مدام عطينا السوجي يا استاذ عطينا السوجي ديري بليزير مدام الدخول ليه ليه السوجي هي السوجي هي سجي فينا استاذ
ايه نحش فيكم ايه نحش في راسي. اشمو منك برك يا استاذة. هي على بالي على بالي هذيك هي تعاطينا للسيجي من الاخر. ما علينا. استاذة بالنسبة للانودو تي دي اللي عنده اكثر من دوز ما ذيك راميشة. الا اللي خادم اكسبوزي يعني صح اكسبوزي باش احنا شقاهم صحوا باه نتفاهموا. جماعة التي بي حالة واحدة أخرى. جماعة التي بي خادم في الإكزامة ماكش خادم في الإكزامة راح نعطيك نوت مليحة. جماعة اللي خدموا لي مليح هذه كان دايرتهم استثناء. أنا خاصة لي عندي خاطرش راني قلت لكم كل واحد يهضر مع أستاذه. نورمالمون لي خدموا مليح راهم الأساتذة تاعهم هزوا دي نوت تاع بعض الطلبة. ما هزوا ما والو أستاذة. اللي ما هزوش هاب كاينين. انا واحد دوموندا مني قال لي يا استاذ اعطيني اعطيني ما يتعفن وري له خدمتي. دونك ما دمنا انا مزلنا عادي قال استاذ ها هي الخدمه داكور تبعث له ديرو كابتشور ها نقدروا نبعث له الخدمه تاعي على تعتيب يضركه. هي نورمال ايه قال فوالا انا طالب كذا بصح دير له فيديو مستحسن ندير له فيديو دير كيما هذا نديرو فيه واشرح له. استاذ يا اخي قلت لنا ما كانش هذه تاع المسمى ولا تاع واه اللي درنا اكسبوزي ولا اكسبوزي ايه ايه ايه. انا قلت ما كانش اكسبوزي بصح كاينه جماعه قالت كان انا نخدم اكسبوزي هذوك اللي خدموا بصح كيف تقول نقولوا لا 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 مش اكسبوزي داك تاعي انا الاكسبوزي صاي خلاص وقته هذا ياس حمودي راه قالك محال نجي فوق ال 15 مليح اللي راك حاب تخدم لاش تاع 14 ولا 13 راك هاي ايسونسيال تبعوا معايا الاكسبوزي كاين يا جماعه انايا كي بروبوزيت الاكسبوزي خدموه قلت له هذو اللي خدموه اذا ما خدمش مليح في الاكزام وطاحت له نوت تاع تي دي 10 مثلا 10 وحب يرفع على نوت تاعو بالاكسبوزي نروح نرجع نصحوا له فقط انا مش هنصح على الاكسبوزي هذا دوك اللي ما ديني في الاكزام طلعت له نوت صاي مفهوم مش مفهوم وكاين استاذ وي مش من اللي يكون مش داخلين اي والله يا والعتبه ما كاينش عتبه يا حكيم قال يكون محطوطين في مودل داخلين ايه هو ال 10 الحين انا تدرس استاذ ما كاينش منه حتى درس وكل داخلين وكل استاذ حق تاع تي بي مش داخلين ماهوش داخلين تاع تي بي هي مش داخلين هذوك لا لا ها ها تاع تي بي مش داخلين تي بي مش داخل استاذ وين تي بي قاعد مش داخل مليحه ولا مش مليحه مش مليحه لا راح تجيب الميكرو وتخدم لي هذا تخفاص تما ولا يهدك وارحم خير من نحفظ انا كور في 20 ورقه شفت قلت لكم ماكش حتحفظك حتفهم يا استاذ حماد استاذ والله راك كارثه لا لا ما كارثه ما والو ما استاذ عاونينا برك عاونينا في الصحاح ايه يعني نرخف يدي معليش استاذ كاين الايميلات تاع بعض الاساتذه ما يمشوش كيف تما دوك نبعثوا الاستاذه مثلا اللي حكمتنا في التيبيات ولا ما يشوف فيه مش ما يمشيش وين اللي حكمتكم غريبية انا واقي الغريبية مراق ما نعرف غريبي ما عليه شبعت لي انا ترانسفيري لها ان شاء الله بنويس استاذ ها بنويس بعدك تعطيتكم تاع بنويس انا يريبوندي في الايميل تاعو ما على باليش انا مش نبعث له انايا يريبوندي للسلام نورمال ما يريبوندي ها وقالك واحد ريبوندا له انا خطاش طالب دوموندا مني شبونس بورزق عطيته له ما على باليش اسكو رجع له ما رجعش ديك على باليش ثم نعاود نخدم له تي بي ذاك ونبعث له مش تعاود تخدمه لك خادم وبعث له ان شاء الله ما ان شاء الله اخي قلت لكم هذه على فونس ديناش هذه اول مره اسمعها لا ما انا ماكش ما تحضر اول مره استاذ ما فينا حضروا بصح نعرف وتاكو في الكور حافري عمار قال لك اول مره حافري عمار اخي قلت لك في الكور حافري عمار تحضر في الكور حضرت بس ما شفتش اه ما قلتيهاش يا ودي قلتها
هنا مسمعني لهنا كيف انا قلت لكم انا قلت هو سيد الاساتذه وقلت لكم اخدموا الاساتذه تاعكم اللي قاو خادمين هزوا لي النوت تاعكم هاني انا هزيت لي النوت تاع الطلبه تاعي ما هزموا لهم ما عليش سيدي روحوا باك اخدموا اللوجيسيال وبعدا نهضروا تيبي ان شاء الله ان شاء الله ناس تاع الميموار احنا نزلنا في تيبي الميموار ايه صح راكم دوك شديتوا الميموار ربي يعاونكم هيا خلاص الوقت ما عندكم حتى سؤال ما كانش استاذ ريان هذا دال قال لك استاذ يعقوب ثاني هز اسماء الطلبه هذا سؤال ولا اجابه اجابه بينا يلا استاذ هيا مزيه اجابه صاي خلاص هي قلت لكم الاساتذه ما هم هزوا اسماء الطلبه اللي خدموا ليسونس يا ربي عاونكم احنا راه ليكزام الاخر ما تقلقوا روحكم ولا خدموا الاولين ومن بعدك راه راه يفوت لي عشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مدام يعطيك الصحه ما قالولناش ما قالولناش كيف وشني هذا قلت لكم ما كاش لي كريتير دي فالياسيون يا انا قلت ما كاش لي كريتير دي فالياسيون ولا نشرح فيه ونعاود في هذه انا قلت ما كاش الكونترول يا خا سيدي يا سيدي ربي يعاونكم ربي يعاونكم او قلت لكم ركزوا عليهم هي انا رجب ربي قلت نقز ركزوا عليه معيار تاع التقييم تي دي قلنا تي دي تحسب مع الكنترول واللي ما خدمش نعاونو ابكوا نعاونو في ال بالاكسبوزي بالاكسبوزي تي دي والتي بي يعاونو التي بي داكو خلاص وقتكم الطلبه ربي يعاونكم نهار الخميس ان شاء الله بارك الله فيك استاذ شكرا استاذ شكرا بارك الله فيك صح ربي يعاونكم صح ربي يعاونك استاذ بارك الله فيك يرحم والديكم صح ربي يعاونكم